أعزائي المشاهدين، لقاءنا الآن بالأستاذ حسن الصايغ، مقرر عام أسبوع التربية 11 وعضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، حول أسبوع التربية 11 الذي سيبدأ يوم السبت 28 مارس وحتى 12 أبريل. أهلا وسهلا فيك حسن، وإحنا سعداء نلتقي لنتحدث حول أسبوع التربية 11. أهلا وسهلا أختي. في البداية سؤالنا هو، ما هو الموضوع المطروح في أسبوع التربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع أسبوع التربية 11 لهذا العام اللي هو التعليم الفني والمهني من أجل التنمية. الحقيقة الأسبوع هذا يأتي في نتيجة جهود جمعية المعلمين اللي كل عام تقيم أسابيع تربوية وتبحث بعض هذه الموضوعات الهامة اللي مطروحة على الساحة التربوية. طيب لماذا اختير هذا الموضوع بالذات يعني لهذا الأسبوع؟ الأسابيع الماضية اللي هي من الأول للعاشر طرحت عدة مواضيع تهم المجتمع ومراحل التعليم، فمثلا من الأسبوع السابع ناقشنا موضوع الطفل ما قبل المرحلة الابتدائية، الأسبوع الثامن تلميذ المرحلة الابتدائية، التاسع المرحلة المتوسطة، العاشر المرحلة الثانوية، ويأتي هذا التعليم بالذات تكملة لسلسلة أنواع التعليم الموجودة في الكويت بالذات. هذا الأسبوع يهدف إلى إلقاء الضوء على الممارسات التربوية التي انفصل فيها عالم التعليم عن عالم العمل في المدارس بالذات. أصبح التعليم العام له مسار الخاص، التعليم الفني له مسار الخاص. يعني بصورة أوضح، مثلا في المدارسنا الآن ما في نوع من العمل اللي مارسه التلميذ في المدرسة. اللهم الآن بدأت يعني طبعا جهود وزارة التربية في إدخال الدراسات العملية في المرحلة المتوسطة بالذات أكثر، وثم المرحلة الابتدائية هذا العام عن طريق النشاط الحر المتوفر. جمعية المعلمين بالضبط أن هذا الموضوع يأتي في قضية هامة، لأن التعليم الفني أصبح يوفر الكادر الفني اللي تحتاجه البلد بالضبط في عملية التنمية الصناعية والتجارية والاقتصادية بالضبط بالنسبة للكويت. هذا الموضوع نحاول نلقي فيه الضوء على ربط التعليم العام بالمؤسسات الصناعية والتجارية والاقتصادية في بلدنا. العمل طبعا ركيزة من الركائز اللي احنا نعتمد عليها بالنسبة للتعليم العام. أيوه. وبالضبط يعني هذا الموضوع يعني مو بس في عندنا جمعية المعلمين الآن بدأنا في مناقشته، وإنما هناك في المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الآن يبحث هذا الموضوع بالذات. يمكن بدأ في بحثه قبلنا، ولكن حنا يمكن في الكويت بدأنا العمل فيه حاليا، تطبيقه يعني تطبيقه حاليا. طيب هل تعتقد أن هناك إقبال يعني على التعليم الفني أو التعليم المهني؟ في إقبال، لكن مو بالعدد اللي حنا نتوقعه. المعهد التجاري نفس الشيء في إقبال، والمعهد الصحي في إقبال من جانب بنات، معاهد المعلمين، معهد التربية المعلم المعلمات، المعهد التربية المعلمات في إقبال شديد. أيوه. معهد التربية المعلمين في إقبال ضئيل جدا. يعني طبعا هذا يعزو إلى نظرة المجتمع. نظرة المجتمع، الإنسان اللي حاصل على الشهادة الجامعية هو اللي حصل ترقية سريعة. أيوه. لكن الإنسان اللي حاصل على الشهادة في الهندسة أو مهنية ما يحصل على ترقية أدبية مثلا أو راتب جيد. مع العلم يعني أن هناك في بعض المؤسسات والوزارات في حوافز لبعض، في يعني طبعا في حوافز مشجعة لهؤلاء. يعني التربية مثلا في المعاهد هذه الفنية تمنح مكافآت أدبية يعني طبعا للطلاب علشان يدخلون. غير ذلك طبعا في شركات أو مؤسسات يعني حكومية تمنح الشخص هذا المتدرب أو بالأحرى اللي يحمل الشهادة الفنية راتب جيد محترم بعد تخرجه. يعني طبعا اي طبعا بعد تخرجه، لكن الناس كلهم يعني أو بالأحرى الطلاب يعني بعد ما ياخذ الثانوية العامة قال أنا لازم أنتقل أدرس في جامعة الكويت مثلا أو أي جامعة أخرى بالضبط أخرى.
يبي شهادة جامعية فقط لا غير، وإنما بالعكس يعني عملية الدبلومات هذه في نظرة لها أقل من أيوة مستوى بالنسبة للمجتمع يعني حتى لو بالذات كان يعني. تخصصها أقيم يعني من الناحية الفنية صح وحاجة البلد له. صح صح بالذات يعني، يعني يمكن لو واحد تقول أنا يقول لك أنا مهندس لكن مهندس ما عندي شهادة جامعية، لا دبلوم عندي ما يهتم فيك نهائيا، بالعكس لكن هذا الإنسان الدبلوم يمكن أخذ ممارسة في العمل في العمل والتجارب، وخلال مثلا عطلة الصيف أنا ألاحظ يعني الطلاب اللي في المعهد التكنولوجيا يمارسون عمل التدريب في الشركات في المؤسسات كلها هذه. طيب هل هناك دول مشاركة في أسبوع التربية 11؟ نعم طبعا، كان الأسبوع من الأسبوع الأول للسادس كان الأسبوع مقتصر على دولة الكويت، وإنما من الأسبوع السابع ونظرا لهذه أهمية الأسابيع التربوية اللي تقيمها جمعية المعلمين، دعينا مجموعة من الأخوان والمهتمين في التربية من دول الخليج العربي، من المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ودولة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. طبعا كلهم يمثلون يا أما وزارات التربية أو يمثلون الجامعات، عدا أن هناك نقابات المعلمين في العراق وسوريا وفي ليبيا، النقابات العربية اللي احنا من ضمنهم في الاتحاد يعني بالذات. طيب أهم الأبحاث التي ستطرح للمناقشة خلال أسبوع التربية؟ والله أبحاث كثيرة والحمد لله، يعني السنة كانت دعوتنا بالذات للمؤسسات والوزارات اللي هم الموضوع في الكويت أن هي تساهم شارك معنا يعني. في تقديم بحوث وتصوراتها بالنسبة لهذا الموضوع بالذات. يعني في احنا دعينا وزارة التربية في الكويت اللي راح يمثلها الأستاذ أحمد المزروعي الوكيل المساعد للتعليم الخاص والفني والمهني، اللي هو راح يقدم بحث عن قضية التعليم الفني والمهني والتنمية البشرية. هذا طبعا راح يكون أول بحث يطرح سيلقى في للمناقشة صباح السبت يعني يوم الافتتاح. يوم الافتتاح، بعدين في بحث عن العلاقة بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني اللي هو هذا بحث المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج اللي شارك فيه الدكتور محمود شفشق والأستاذ يوسف عبد المعطي مدير إدارة التعليم الفني والدكتورة مصباح الحاج عيسى. في بحث قدمت فيه جمعية المعلمين، وطبعا هذا شيء جديد من الأسبوع لأنه ما كان في بحوث تقدم باسم جمعية المعلمين في السابق، وإنما دكاترة نتعاون معهم يكتبون بحوث مجموعة من البحوث وتعرض عليهم، لكن ما في بحث باسم الجمعية. هذا العام في بحث باسم الجمعية أعده أحد الدكتور محمد كمال عالية عضو في جمعية المعلمين، هو عضو نشط وفعال، اللي هو عن معلم التعليم الفني والمهني باعتبار احنا جمعية تخصنا يعني بالموضوع عن المعلمين الجانب التعليمي. وذلك، فهذا موضوعنا. كذلك في بحث من وزارة التخطيط من إعداد السيد علي الموسى الوكيل المساعد في الوزارة عن التعليم الفني وأثره في التنمية البشرية. ثم جامعة الكويت لها بحث ستشارك فيه عن العلاقة بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني من إعداد الدكتورة محمد خليفة بركات. كما هناك بعض البحوث اللي راح تشارك فيها الدول المدعوة، منها جامعة الإمارات في الدكتور يوسف نبراي أعد بحث حول التعليم العام والتعليم الفني، كذلك في بحث من جامعة قطر الأستاذ محمد مقلد، وفي بحث عن المعلم التعليم الصناعي من الجمهورية العربية اليمنية أستاذ محسن نبراي. وطبعا يمكن لا أنسى أن في بحوث من كثيرة من وزارات مثل وزارة النفط في بحث عن نفس الموضوع، في بحث من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من إعداد الدكتورة إنعام سيد عبد الجواد، في بحث من الاتحاد العام لعمال الكويت اللي هو يتحدث عن واقع التدريب المهني في دولة الكويت والتحديات التي تواجهها من إعداد السيد علي الكنديري سكرتير عام الاتحاد. هذه بالنسبة للبحوث. طبعا في احنا أجرينا مسابقة في البحوث وطبعا تقدم لها تقريبا 7 وفازوا فيها 3 بحوث، 3 من الإخوان فازوا في البحوث هذه، طبعا ما راح تطرح للمناقشة وإنما للإطلاع فقط والمراجعة عليها.
طيب ما هو البرنامج العام للأسبوع؟ هو الأسبوع سيكون حافل طبعا من بداية أول يوم. راح يكون يوم الافتتاح السبت الساعة 9 صباحا طبعا، وسيشمل تلاوة مباركة من القرآن الكريم، ثم كلمة السيد وزير التربية الدكتور يعقوب الغنيم، كلمة الأستاذ رئيس الجمعية، ثم كلمة المقرر العام. طبعا راح يكون هناك افتتاح لمعرض الكتاب التربوي الأول، وهذا شيء جديد بالنسبة للأسابيع التربوية السابقة نهائيا. في عندنا طبعا اللجنة الثقافية بالجمعية دعت مجموعة من شركات ودور الطباعة لعرض كتب تربوية إسلامية فقط لا غير، يعني طبعا ما يكون فيها كتب، بس كتب تكون تربوية، كتب تربوية فقط بالضبط. وهذا راح يكون المعرض طيلة أيام أسبوع التربية بالضبط. بالنسبة لندواتنا أو عفوا حسن، في أيضا بالنسبة للكتب أعتقد أنتم عاملين خصم على الأسعار حتى. أي الحقيقة في خصم 25% على الكتب المشترى من المعرض، لكن احنا نتمنى طبعا الجمهور مثل ما يكون حضورهم بالنسبه لمعرض الكتب يكون لهم حضور نفس الشيء في الندوات ايضا. بالنسبه للندوات راح تكون بعد الساعه 5 مساء طبعا، راح من 5 إلى 6، بعدين من 6:30 إلى 7:30 تكون في مناقشه على البحث اللي على البحوث اللي راح تطلع تطرح عفوا. بالنسبه للصباح راح تكون في زيارات للوفود، راح يقومون بزيارة السيد وزير التربية، بعدين في زيارة لمعهد التربية للمعلمين، في زيارة لمدرسة الجابرية المتوسطة للاطلاع على الدراسات العملية المطبقة في مدارسنا، في زيارة لمعهد التكنولوجيا، بعدين في زيارة لمدرسة التعليم الموازي اللي هي هذه استحدثت حديثا، يعني التسمية فقط، ولكن كانت في السابق التأهيل المهني تابع للمعاهد الخاصة. طيب حسن، احنا في شيء بتقوله تعقيبا على الاشياء اللي بتطرح ولا تتعلق بالاسبوع؟ الحقيقه يمكن بالنسبه للاسبوع هذا بالذات الله رحمنا شويه انه ما في لا مباريات ولا شيء، عشان يكون تفرغون الناس حق فاتمنى طبعا ان يكون اخواني المعلمين والمواطنين طبعا بالضبط انهم يحضرون ويستمعون الى هذه المحاضرات اللي تهم نوع معين من التعليم بالذات، اللي يمكن بلدنا بحاجة لنوعية من هذه الأيدي العاملة بالضبط. يعني الحمد لله دولتنا ما تقصر، وزارة التربية ما تقصر، في عندها رجال تربية ورجال فكر يعملون لإعداد مناهج وإعداد يعني كادر من الموظفين العاملين بنفسها بالضبط هذا اللي أجل التنمية والعمل بالنسبة لصالح بلدنا بالضبط. وأنا طبعا شاكر لكم من دعوتكم هذه، وأتمنى لكم كل توفيق. شكرا للأستاذ حسن الصايغ، مقرر عام أسبوع التربية 11 وعضو مجلس إدارة جمعية المعلمين، شكرا لك. شكرا. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة أحييكم وإلى اللقاء.